متابعينا الكرام، متابعي موقع عين مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد هنا وبالتحديد من محافظة الفيوم. معانا النهاردة حالة إنسانية كان صعبة جدا. عم شافعي 48 سنة، معاه 6 أولاد، عاجز تماما عن الحركة، نفسه يركب مفاصل في رجليه عشان يقدر يقف عليها من أول وجديد ويتحرك ويعول أسرته. طبعا أولاده طبعا سنهم صغير، ما فيش حد فيهم بيشتغل، واللي متجوزين فيهم طبعا بنات، لكن الصبيان طبعا لسه سنهم صغير. نتعرف على حالته بقى بالتفصيل ونعرف عنه أكتر. اتفضل كده يا عم شافعي، عرفنا بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شافعي محمد، شافعي علي. أنا نفسي مؤاخذة أقف على رجلي، أركب مفاصل في رجلي عشان مؤاخذة أقدر أوكل عيالي، اصرف على عيالي، اجيب لهم اللي نفسهم فيه. اما انا مؤاخذة بقالي 2 ونص كده متعذب، بقدرش اقف ولا اقدر مؤاخذة اتحرك، اخش الحمام بعذاب، اخش اصحى على طيز يا مؤاخذة، اما اخش الحمام بالعافيه ما لحقتش نفسي مؤاخذة اعمل بول بتاع. بقالي 2 ونص في العذاب ده. حصل معاك ايه بقى وقتها؟ وقتها مؤاخذة كنت بمشي بقع في الشارع، كنت بمشي في الشارع، كان عندي مؤاخذة جسمي تنوارم لما انفخ قبل موضوع رجلي، كان جسمي وارم جامد، كنت بمشي مؤاخذة ادوخ واروح واقع في الارض، كان الناس يفكرون مؤاخذة اني بعمل كده مؤاخذة عشان الناس تحن عليا ولا بتاع، ما حدش يعرف الا ربنا هو اللي يعني. الناس ولاد الخير خدوني وداني مؤاخذة كشفولي وجابوا لي العلاج مؤاخذة، جسمي الحمد لله فش. الكلام كل ده قبل الحادثة؟ لا كان هو برضه بنتكلم قبل اللي حصل معاك في الحادثة، كانت ايه عبارة عن ايه؟ ده الحادثة دي ده من زمان مؤاخذة بتاعت عربية خبطاني. كنت في شغل ولا كنت في شغل؟ ايوه، كنت بسرح مؤاخذة بلم شوكولاتين شوكنس، كنت سارح في طريق مصر. عربية العيال تجية مؤاخذة شاربة وسكرانة وبتلعب بالعربيات، راح خبطني من ورا طيرني. انا مؤاخذة الرجل دي اتخلعت، دي ركبت مؤاخذة 6 مسامير وشريحة. طبعا دي بقى تت لسه باين عليها تت سخنة، ما اعرفش. بعد الحادثة مؤاخذة يعني بشهرين كده لقيت لك رجلي بقت مش قادر اقف عليها اسند عليها. ما ركبت فيها الشرايح والمسامير؟ لا ده دي ايوه دي مركب هنا مسامير وشرايح، هنا هنا مركب مسامير وشرايح. طبعا بمشي مش قادر بقى لا مؤاخذة حاجة، مش قادر، مفيش عط في فخدي، مفيش، امشي امشي. الثانية فيها زيها برضه؟ برضه زيها، مفصل دي تعبت من دي، يعني دي كانت عايزة مفصل بس، ودي كانت مفيش حاجة، دي بقى تعبت منها من دي، عايزة مفصل. رحت عملت أشعة، أقول لك ده دي أخرى عايزة مفصل. طب أنا خلصت من دي عشان أعمل اللي دي، ما لسه ما عملتش دي. الاثنين كده عايزين مفاصل، عايزين مفاصل عشان مجرد بس تقف عليهم، عشان اقدر اقف عليهم. طبعا غلبت، رحت المستشفى هنا، رحت المستشفى دي والجامعه والمستشفى العام بتاع ايه، يرموني على بعضيهم. لا ده ما فيش مفصل كامل، اروح هنا برضه ما فيش مفصل كامل. عشان الراجل غلبان مؤاخذه، ماليش حد الا ربنا، ماليش معارف الا ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا هو اللي كفل بيا، ما حد سأل فيا. اما بتاع قاعد اهو هعمل مستني من الفرج بتاع ربنا، اما الناس تحن عليه ما بتحركش منه. اما قاعد في عيالك قاعد ايوه تحت السلم جنب الحمام، ايوه اصعب كده اخش الحمام واقدر مؤاخذة يشيلوني، مؤاخذة يركبوني على العجلة اطلع، مؤاخذة اللي في الخير يا مؤاخذة الناس ولاد الخير ويحن الالبوم عليا، مؤاخذة اللي بيرضيني بحاجة بتاع، اجيب لقمة لعيالي، اجيب حاجة لعيالي. وراك تتحرك برضه كده، بتقعد على الكرسي؟ بقعد على الكرسي، بقعد على الكرسي، العيال يزقوني الكرسي ده، الكرسي ايوه ده، العيال يزقوني. ايوه قال لي من عند الله، الله يبارك لهم ويسعدهم، اللي يبعد عنهم شر المرض يسعدهم، ما يشوفوش المرض في جسمهم. انا بتاع كده ما بقدرش امشي كده ولا كده، هم اللي جابوا لي الكرسي عشان اتحرك بيه، عشان اوكل عيالي بيه. يعني مفيش حد من اهل الخير جالك بقى لك انا اعمل لك عمليه؟ مفيش حد. انا نفسي من عيني اقف على رجلي، كل اللي انا عايزه اقف على رجلي بس، انقل بس كده.
هي دي اللي عايزها من الدنيا، ولا عايزه مؤاخذه فلوس ولا عايزه اي حاجه. انا مش عايزه لا مؤاخذه الا اقف على رجليا بس، هي دي اللي انا عايزها لنفسي من عيني، عشان اقدر مؤاخذه اتحرك اجيب لقمه لعيالي، اجيب حاجه، اجيب قرش لعيالي، ادخل مؤاخذه. توصل الاستراسه لمين؟ خاطب مين؟ لسيادة الوزير المحافظ الرئيس بتاعنا. مشيت المحافظه قبل كده؟ مشيت من المحافظه قبل كده؟ لا. حاولت تمشي له يعني؟ لا ما قدرتش، مفيش الا الست بتاعتي هي اللي تبقى تروح. ما انا ما بقدرش اتحرك، ما اقدرش ابر عنك، الم فظيع. اما مؤاخذه المسكنات اللي انا باخدها مش هعرف اقعد القعده اللي انا قاعده دي، ولا اقدر مؤاخذه لا الم بر عنك، وان شاء الله ما حد يشوفه. الم من المفاصل يعني؟ الم الم بر عنك جنب الحوض. في الشتاء بيكون صعب عليك اكتر من الصيف؟ في الشتاء ايوه، في الشتاء مؤاخذه نمل بيسرح في رجليا والم جامد في الشتاء. ده هو كده مؤاخذه يعني، رحمه في الصيف عشان يعني يبقى علاج ولا حاجه. انت من المستشفى؟ لا ما حدش اشترك له علاج، هو بيجي مسكنات بس. مؤاخذه الشريط بيخلص ولا الشريطين؟ مؤاخذه قدرت اجيبه، قدرت ما قدرتش بشوف الناس ولا دي الخير. مؤاخذه بقول له ما انا عايز اجيب العلاج ده. مسكنات ايوه مسكنات. بس ما ده مش علاج يعني؟ لا مش علاج، ده مسكنات باخدها مؤاخذه عشان تسكن لي الالم بس شويه. بس عشان الالم فظيع. طبعا نتمنى الاستغاثة توصل للسيد محافظ الفيوم من اجل طبعا عملية. أيوة نفسي نفسي من عيني اعمل عملية. عملية وتقف على رجلي؟ اقف على رجلي، هو ده اللي انا عايزه من الدنيا. اكيد عايز سكن وعايز بس ايوه اوسع على عيالي. عشان المؤاخذة ده نايمين فوق بعضيهم. لمينا مغزى منظر يعني فظيع. الست اللي عندي دي مغزى بتنام مغزى على جنب واحد مقرفص، ولا بتعرف تحرك شمال ولا يمين. الستة بيبقى نايمين ايوه نايمين. اللي نام مغزى فوق السرير، اللي نام تحت السرير. اللي ينزل مغزى يدوس علينا. واللي يعدي علينا زي ما انت شايف كده، اللي دخل ولا طلع ده هو اللي زي ما نمت دي. الجمعيه الخيريه بقى مفيش حد جالك من الجمعيه؟ مفيش حد جالي. بيدوك مساعدات بسيطه لكن عمليه بس. انا نفسي، انا مش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه. اما اخذها كلها ملح بس، انا نفسي اقف على رجليا. اللي انا عايزه من الدنيا اقف على رجليا بس. ده اللي انت محتاجه؟ بس هو اللي محتاجه اقف على رجليا اوسع على عيالي. بس اللي انا عايزه. اتمنى الاستغاثه بتاعتك بتوصل للسيد محافظ الفيوم، يكون في استجابه اسرع يا رب، ويبعد عنهم شر المرض ويسترها عليهم ان شاء الله، وربنا ما يجيب لهم حاجه وحشه. ماشي اديها المره. انا ايضا زوجك انا شافعي، احكي لنا برضه يمكن الحاله بالنسبه لك هو اللي وداه ازاي مع الموضوع ده من ساعه ما حصل له كده؟ من ساعه ما حصل له كده انت يعني عملت؟ من ساعه ما حصل له كده انا عامل ايه؟ راضيين بقدر ربنا والحمد لله. ما بقدرش اتحرك، انا محتاجه برضه اشاعات على ظهري، ان ما بقدرش اقف على رجلي على طول. ظهري ورجلي ايوه. ورحت المستشفى العام طلبوا مني اشاعات ما عملتهاش، اللي هي الرنين على ظهري، انه مغشوشين لا يكونوا الغضروف في ظهري، فانا ما بقدرش اروح هنا ولا هنا. مثلا ما طلبتش جماعه خيريه تعمل لكم مثلا كشف او حاجه كده؟ طلبنا في جمعيات ما، وسلمت ورق اولادي ما حدش عمل لنا حاجه، اللي هي الجمعيه اللي عند المحافظ جنب المحافظ بره اللي عند الكيمان. وديت فيها ورق اولادي وطلبت منهم ان يعني عاوزه كشك اعمل لاولادي حاجه نرزق منها. ما حدش لا ما حدش عمل لي حاجه. ورحت للسيد المحافظ اسند، ما بعت لنا ناس انا صورونا للقضاء اللي فوق، ما حدش برضه قضى معانا. اوضه فوق على الاوضه بتاعتي. لو عايز تصورها اطلع اوريها لك وتصورها له وتبعتها على الاوضه اللي احنا بننام فيها. العريشه كلها سقط علينا. ومفيش طبعا الا هنا غير السلم ده؟ هو مفيش هي اللي هي الحته دي والحمام. فهو عم شافعي بينام هنا وانا باخده العيال لانه بنام فوق. كلهم في اوضه واحده فوق؟ ايوه فوق كلنا في اوضه واحده. اتمنى طبعا توصل الاستغاثه دي لسيدنا المحافظ محافظ الفيوم. واداره طبعا الشؤون الاجتماعيه محافظه الفيوم. شفتي الشؤون الاجتماعيه طيب؟ الشؤون الاجتماعيه. ايوه رحت لهم برضو وكنت باخد منهم 100 جنيه وقفوها عشان عايزين مني ورق تاني. لسه واقفين عشان عايزين مني صور شهادات الاولاد وبحث اجتماعي من الشؤون. بس ان شاء الله باذن الله استجابه في اسرع وقت ان شاء الله. ونشكر اهل الخير والله يبارك لاهل الخير ويسعد كل واحد يمد ايده للخير ان شاء الله.
متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين حالة عم شفاي هو عاجز عن الحركة من أكتر من سنتين. نفسه يعمل عملية يركب مفاصل لرجليه عشان يقدر يقف ويعول أسرته، خصوصا إنه ولاده صغيرين ما فيش حد فيهم بيشتغل، هو اللي بيعولهم. قاعد في بير السلم، يعني هو بير السلم وده الحمام، وفيه أوضة الست طبعا مراته وعياله بيناموا فيها، تقريبا 6 أفراد أو 5 بيناموا في أوضة واحدة. وهو زي ما حضراتكم شايفين ده المكان بتاعه في بير السلم، قاعد ما بيتحركش. لما بيحب يطلع بيركب على الكرسي العجل ده، وولاده طبعا بيبدأوا إن هم يخرجوه بره عشان طبعا حتى يعني يشم هوا، لكن وقوف على رجله وهو ما وقفش على رجله. هو كل أمله وكل مطالبه ان هو يعمل عملية ويقف على رجليه. نتمنى طبعا الاستغاثة توصل للسيد محافظ الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة الفيوم اجل سرعة طبعا الاستجابة لهذه الحالة وهذه الاستغاثة الصعبة جدا. متابعينا الكرام، الى هنا قد وصلنا الى نهاية اللايف والبث المباشر من هنا من محافظة الفيوم. شكرا والسلام عليكم.